السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته مشاهدينا الحوار بريس، مرحبا بكم في هذا البث المباشر مباشرة من مدينة سخيرات. سقوط منزل مكون من 4 طوابق على سيارة بالحي الجديد بسخيرات. مشاهدين الحوار بريس، كيفما كتشوفوا السيارة اللي طاح فوق منها المنزل بالحي الجديد بسخيرات. مشاهدي الحوار بريس، كيف ما سمعتوا بعض المصادر كتقول ان واحد القنينه ديال الغاز صغيره هي سببت هذا الانفجار. ما عندكش كدير اصاحبي، انت راك ما شتيش في الاول الناس كي دايره لداخل اصاحبي، دابا كلشي خرج. راه هبطناهم مشاهدين الحوار بريس. حنا الان كنتواجدوا بالحي الجديد بسخيرات، كيفما كتشوفوا انهيار الطابق الرابع. والسبب هو قنينة غاز صغيرة، كيف ما جاء على لجان بعض الشهود. صور، التليفون تاع صور. علاش انت كنتي فوق؟
الفوق وشفتي داك الشيء ديالك. واجي عطيني اخويا واحد الصريح على كتفي فوق. اجي قول لنا شنو واقع. باش قدام الكاميرا عارف الحكومه كبيره. نقول هذا عام بغي. لا هاني على الشيء اجي قول لنا شنو واقع. هادي. كلشي تشقق كلشي. هذا ماشي بعيد طيحة ماشي بعيد طيحة ماشي بعيد تفضل طيحة كلولة كلولة جواد كيفاش هو هذا ماشي صحيح مش عيب شو هذا مش هو سي حاضر ها سي حاضر مش عيب مش عيب لا فاجي مش عارف انا شي صريح اصاحبي انا بقول لا تما ولا شنو شكون عارف شنو راه عرفت على الانفجار عبود الناس كيقولوا بوطه بوطه راه ريسك عليكم هاد البلاصه اللي كدوزو منها مشاهدين الحوار بريس كيفما كتشوفوا احتمال كبير في سقوط بقيه المنزل المتواجد بالحي الجديد بالصخيرات حسب شهود عيان انفجار قنينة من الحجم الصغير هو السبب في سقوط المنزل حضور رجال الدرك الملكي ورجال المطافئ في هذه الأثناء هذه السيارة اللي طاح فوق منها المنزل لا طاحت المقدمين فيك
مشاهدي الحوار بريس، كيف ما كتشوفوا حنا مباشره بعين المكان هذه راه كتخلع حي حي ان شاء الله هذا الموت زيني نتيجة البناء العشوائي فين كتوصل؟ دابا هذا المنزل مكون من الطبقة السفلي، الطبق الأول، الطبق الثاني، يعني الطبق الثالث. عفوا من قبيلة كنا كنظنوا على أنه الطبق الرابع، لكن على حسب ما كيتبين أنه الطبق الثالث. نسأل الله السلامة والعافية. في احتمال كبير من سقوط الطابق الأخير من المنزل. جواد ما كاين شي واحد يتمشى تريح من الشوط شي شاهد يعطينا شي تصريح شوف اجي 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 عمد كبير لاباس عليك لحظة رجع رجع الله ريسك هذه تقدر تعلم زعما زعما خاصهم يجيبوا الباريارات هنا بصراحة ها؟ خاصهم يجيبوا الباريارات هذه بالسوسة بالسوسة لا كون عندك صحاب البلدية حامد يجيبوا الباريارات ملي تسدوا الزناقي منهم هنا أنا ما غندوش ندوز غير الضرورة شنو واقع شنو؟ الشعاب واقع شنو؟
هذاك الشيء اللي واش انا راه بتزوج اصاحبي انا راه بتزوج اصاحبي دري صغير ان شاء الله في الاخر لا لا راه دري دري اللي قدي وكل مسكين كامل امو لا عقاها لا الراجل مسكين ما تيقدرش ما تيوقفش اجي الوالد اجي حيد بغاده رجعي ارجع اشري فاسيلي دور مني الحمد لله لحد الساعة ما كاينش الموت. لا على حسب بعض المصادر واحد السيد في العمر ديالو تقريبا واحد 25 سنة في حالة خطيرة، مازال لحد الساعة ما توصلناش بشي حاجة جديدة. المشكل الكبير اللي كاين هو ان دابا الدار الا طاحت غادي تقص الديور اللي حداها، نسأل الله السلامة والعافية. تم نطلع واحد الصريحه اجي من بعد قدام مني اجي قول لنا. السلام عليكم. حنا خويا كنبيعوا تما الربيع مقابل مع الدار هادي خويا، وحنا كنسمعوا تسكيت كليمه طردقت ملي كنطلب بحكو كنتمو جاي النص ديال الدار كله جاي. ها السبب ديالو بوطه خويا، بوطه صغيره ملي مع الطرديقه طردقت البوطه تما جايه الغبره من الفوق من الرابعه. كاين شي ناس تقاصوا كاين شي كاين واحد الدري صغير وبواه واقيلات ما كاينش الوفاة، ها واحد الطوموبيل هنا ديال واحد الدري مسكين اللي مشات كامله كونغو. هذاك الشيء اللي كاين اخويا، الحمد لله ما يحفظنا الله. انا بيدي راك غنموت اخويا، حفظنا الله حنا ثلاثه الدراري اللهم لك الحمد اخويا، مي دات السالمه هذاك هو الرباح اخويا. البوطه صغيره هي السبب في هذا الشيء، هي السبب اخويا في هذا الشيء كلشي. حتى انا الدار مقابل معاه كنبيع الربيع فهمتي، وشت اخويا كلشي بعيني كاين الحمد لله من نجانا الله ونجى الناس، هذاك هو الرباح اخويا. شكرا بارك الله.
بسم الله السيد كنت مريح انا تما حدا الحانوت ديال عبد الحق طاحت علينا كانت فرقعت بوطه وطاحت علينا الحمد لله هربنا الدري صاحبنا مسكين طاحت فيه حجره طاحت فيه هذوك الحمد لله رضات الوالدين معانا كنت حاضر طاحت علينا طاحت علينا الحجر حنا هربنا ما جات فيه تدقة معنا رضات الوالدين والدري مسكينه هي صندالت وشكرا طيح حتى عند المسوسة طيح طنو بلاد السيد جاري جاري جاري.